حياكم الله. غيروا وقلصوا أوقات الدوام، فهي الحل الوحيد لتقليل الحرارة واحتواء الزحام. ولكن هل سيتغير الواقع أم أنها أضغاث وأحلام؟ لا تعطل الدوائر إلا بعد تجاوز الحرارة 50 درجة، فهل ستنتهي الأزمات؟ وهل سيستفيق المغمى عليه في الطرقات؟ هل ستنتهي رطوبة الأنهار؟ هل ستنير المنازل المعتمة؟ هل ستعمل المراوح بتقنية التبريد المركزي؟ كل هذا لن يحصل ما دام الحل لا يمس المواطن العراقي، وما زاد الصاع صاعين حرائق تشعل الأسواق والمراكز والمستشفيات والموارد والمحال وكل شيء قابل للاشتعال، بعضها بسبب غياب متطلبات السلامة، وآخر تحول وتحول حوله شبهات إدانة وفساد كبيرة، وما بين الاثنين توجيهات ومطالبات. هل ستفصح اللجان عن نتائج التحقيق أم أنها ستطوى في أدراج عدم الإنجاز؟ ملفنا الأول راح يكون عن قرار مجلس الوزراء بتقليل ساعات الدوام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وراح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. موجة الحر التي تضرب العراق دفعت الحكومة إلى تغيير أوقات الدوام بهدف تخفيف الإعباء على المواطنين والموظفين. ووفقا للتوجيه الجديد سيبدأ الدوام الرسمي في جميع المحافظات من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا باستثناء العاصمة بغداد. هذا القرار جدا إيجابي وتطبق إن شاء الله من اليوم. وهسه حاليا احنا دوامنا، احنا أنا كموظف دوامت اليوم يعني الساعة 7 زين، باقي الوزارات داومت بالستة، فكلش إيجابي للموظف وللمراجع بنفس الوقت. خطوة تقديم دوام للموظف وللمواطن هي خطوة إيجابية، خصوصا درجات الحرارة العالية اللي دا تسبب كثير من الأمراض وحالات غثيان ووفيات بين الموظف والمواطن، فتقديم الدوام صار بالنسبة للمواطن مراجعاته تكون مبكرة، ونفس الوقت للموظف أي كذلك، لأنه بالحالتين الطرفين راح يكون مستفيد، لأنه راح يكون بوقت درجة الحرارة تكون أنسب مما ما بعد الظهر. رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني منح كافة المحافظين صلاحية تعديل وقت بداية ونهاية الدوام بناء على تغييرات مرتفعات درجات الحرارة، إضافة إلى تعطيل الدوام الرسمي في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية. توجيه رئيس الوزراء للمحافظين بارتفاع درجات الحرارة أن لا يعطيهم عطلة، لو الدوام يقدمه مثلا من 6 ل 12 للوحدة على مود يصير الحفاظ على أرواح المواطنين من الحر، وبعدين مو بس الحر، الأهم الشوارع ازدحام مكتظة بالازدحام، فهاي مبادرة جيدة. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرر تغيير الدوام الرسمي في عموم البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 0.5 درجة الغليان. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور الحديث في هذا الملف راح يكون مع الباحثة في الشأن السياسي الأستاذة سهاد الشمري، حياكم. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب عبر سكايب بالمتحدثة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ حيدر مجيد. نعم سينضم إلينا بعد قليل. أبدأ وياس سهاد، نبدأ من تغيير ساعات الدوام، يعني درجات الحرارة مرتفعة تجاوزت 50 في بعض المناطق، مثل هذا الإجراء هل هو مفيد أو مضر للموظف للمواطن؟ شو تقرأي حضرتك؟ تحية طيبة لحضرتك ومشاهديكم أيضا. واضح جدا أن اليوم الحكومة العراقية تتعامل مع الوضع الحالي بارتفاع درجات الحرارة، بما أنه العراق هو من ضمن الدول المتأثرة بالتغير المناخي، فبالتالي أنه هي تعمل بالظروف المتاحة لأجل تقليل الضغط على المواطن العراقي، خصوصا مع تذبذب قطاع التيار الكهربائي. نعم. والانقطاعات المستمرة بأفعال عديدة، منها أولا أنه عدم وجود دعم من قبل وزارة الكهرباء لهذا الموضوع، عدم حلحلة جميع المشكلات المتزامنة من خلال هذا القطاع حتى يكون هناك تخفيف من الضغط على المواطن. بالتالي هي رأت أنه هذا الحل الأسلم في الوضع الحالي بتقليل ساعات الدوام، ومن ثم هناك يعني محافظاتنا الجنوبية
ترتفع فيها درجات الحرارة. اليوم لو رأينا في المناطق الجنوبية ارتفع العلم البنفسجي، معناه أنه الارتفاع درجات الحرارة يسبب أعراض مؤذية لصحة الإنسان، بالتالي هذا الإجراء يكون هو منقذ نوعا ما للمواطن العراقي في هذه الظروف. ولكن المواطن يسأل يقول لك شو راح يفيدني هذا الإجراء؟ يعني بدل ما أطلع الساعة 2 أو 3 حطلع الساعة 1، كهرباء ماكو بالدوائر، دوائر الدولة مشمولة بقطع التيار الكهربائي، يعني المواطن من راح يروح بالساعات أيضا راح يتعرض لضربة الشمس ولحرارة عالية، فالمواطن يقول لك أنا شو راح يفيدني هذا الإجراء؟ لا هو يفيد من ناحية أنه يعني هو بدل من أنه يطلع في ذروة الحر وفي ارتفاع يعني درجات الحرارة ما يقارب 50 أو أكثر، وفي الازدحامات المرورية الموجودة في الشارع العراقي، يعني هاي كلها عوامل ضغط على صحة الإنسان وعلى أعصاب الإنسان، بالتالي هو يعني يوم المواطن العراقي يمتعض من أي إجراء، يريد حلول سريعة، لا نسي أنه هذه تركات سابقة ثقيلة، أنه لا تحل في يعني الوقت الراهن بعصا سحرية، هناك مشاكل بدأت الحكومة الحالية بحلها، هي اهتمت أيضا بالمواطن، يعني تعمل بالاهتمام بالشريحة المتأثرة بصورة مباشرة عدا الموظفين، هناك من يعمل بقوت اليومي في الأزقة وفي الشوارع وفي المناطق الصناعية والحيوية في بغداد، أمنت لهؤلاء المواطنين سلة غذائية لأجل يعني الالتفات على سعر الصرف والارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، وبالتالي هي تحاول تنقذ ما يمكن انقاذه من الطبقه الفقيره، ومن ثم توفر يعني قرارات. سسوهات خلينا نحكي بصراحه، هو اليوم اكو طبقه فقيره؟ يعني اللي عنده فلوس واللي عنده يدفع للمولد وما يقدر يتحمل درجات الحراره هذه العاليه، اللي ما عنده، اللي ما عنده سبلت واللي ما عنده مبرده وهذول الطبقه المعدومه، زين تقولين تركه ثقيله، اليوم المواطن مل من التركات الثقيله، كل حكومه تيجي تقول احنا استلمنا تركه ثقيله، الحلول شو وقت راح تيجي؟ هي المواطن يعني واقعيا هو المواطن جزء من مشكله، المواطن من يريد حل جالس في بيته ويبحث عن حلول فقط بالنقد اللاذع لتصرفات يعني المتعاقبين على الحكومات سواء السابقه واللاحقه والحاليه، بالتالي هو لم يذهب بجديه لصناديق الاقتراع لاجل ان يضع يعني الشخص الذي هو يراه مناسب او الذي هو مؤمن بانه سوف يحقق طموحه، هي مسؤوليه تشاركيه، إن هناك قوى سياسية أخفقت في إدارة البلاد، فالمواطن جزء من جلب هذه القوى لهذا الموضوع، لو كان هناك حرص من قبل المواطن العراقي على يعني المصلحة العامة للبلاد لذهب وانتخب في كافة الانتخابات السابقة، ومن ثم هناك يعني هو حكومة توافقية عفوا الحكومات التوافقية تتسبب في تضارب قرارات، يعني أنت عندك قوة مشاركة على مر الأزمنة في المشهد السياسي العراقي لكل قوة سياسية أو لكل من يتسنم منصب رئاسة الوزراء، هناك وجهة نظر، هناك خطة سياسية لإدارة هذا المنصب، هناك إخفاقات في جانب، كلها صحيحة، لكن يراد للكهرباء أن لا تستقر في العراق، ولا ما ممكن ملف تصرف عليه هذه المليارات تيجي الحكومات وتقول لك هاي تركة، وكل الحلول أنه مجرد أنه إحنا نبدل ساعات الدوام، المواطن ما عاد يتقبل هذه النقطة السهاد، لأن هناك يعني لو تكلمنا منذ تغيير النظام ولحد الآن عدم وجود رؤية وإدارة وإرادة حقيقية للخلاص من هذا الملف، عدة أجندات تقف على ملفات الكهرباء، هناك من يعني لو تكلمنا برؤية الشارع العراقي، هناك من يقول هناك يعني دول إقليمية وراء هذا الموضوع لمكتسبات أشخاص متعاونين معها مثلا من القطاع الخاص اللي هم مشغلين المولدات، وهناك من يقول أن الولايات المتحدة هي تقب الضد من استحداث الطاقة في الكهرباء وهي من تمنع يعني قيام تجربة في العراق، التجربة المصرية أنه انحلت يعني العراق أكثر من مصر بالموارد وأكثر من مصر بالعمل وأكثر من مصر بفرص الاستثمار، علاوة على هذا كله مصر هي أكثر بالطاقة البشرية ومواردها قليلة لكنها تخلصت من مشكلة الكهرباء في 5 سنوات. اسمحي لي أن أرحب بالمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ حيدر مجيد، حياك الله أستاذ حيدر. اهلا وسهلا، حياكم الله. اهلا وسهلا، ابدا معكم بصراحه، تغيير وتقليص اوقات الدوام هو الحل الوحيد اللي قامت تملكه الحكومه لتفادي الزحامات ودرجات الحراره؟ يعني بين خلص يعني خلصت كل الحلول حتى التجأت الحكومه لهذا الحل، لو شنو الموضوع استاذ حيدر؟ عفوا ممكن اعطي سؤال؟ نعم، تغيير وتقليص اوقات الدوام صار هو الحل الوحيد للحكومه العراقيه؟ يعني الحكومة العراقية عزت عن توفير الحلول الأخرى فصار هذا هو الحل الوحيد،
اليوم المواطن يتساءل حول هذه النقطة. ابتداء الموضوع تقليص ساعات الدوام الرسمي هو واحد من الحلول والإجراءات الحكومية اللي اتخذتها مراعاة لظروف ارتفاع درجات الحرارة اللي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وخصوصا يعني في أوقات الذروة، وأيضا بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين بعامة وكذلك الموظفين بخاصة. أيضا واحد من أهم المعطيات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للمؤسسات الحكومية. كنا نعرف أنه الوزارات والمؤسسات لديها مصانع وشركات وتستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية، بالتأكيد هذا التقليص اللي هي الثلاث ساعات راح تساعد المنظومة الوطنية. أيضا هنالك إجراءات، ملف الكهرباء هو واحد من أهم الملفات الحيوية واستراتيجية ضمن أولويات الحكومة. وزارة الكهرباء تعمل على قدم وساق، ربما الوزارة رقم واحد في العمل، هي مستمرة بالعمل ليل نهار، ممثلة ابتداء من السيد الوزير ونزولا إلى بقية الطواقم الهندسية والفنية وحتى الإدارية للوزارة. هنالك عمل مستمر دون توقف ليل نهار من أجل إصلاح الخلل في عدد من المنظومات، وأيضا هنالك إجراءات حكومية اتخذتها الحكومة. بالتأكيد هذا يحتاج إلى وقت. احنا نتحدث عن موضوع تقليص ساعات الدوام الرسمي، هذا الأمر ذكرت النقطة الأهم أنه هو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المؤسسات الحكومية، وأيضا بالدرجة الأولى هو تخفيف الأعباء. هي المؤسسات الحكومية مو مشغولة بالانقطاع المبرمج؟ يعني شو راح تفرق بالله ويا المواطن؟ ممكن ويا الموظف راح تفرق، لكن ويا المواطن ايش راح تفرق؟ هو ببيته ماكو كهرباء، ينام متاخر بسبب ماكو كهرباء، فيضطر ينام هو واولاده بوقت متاخر جدا. بالتأكيد راح يجي الساعه 6 الصبح تأثر، وراح يعني تساعد المنظومه. يعني احنا ارتفاع درجات الحراره ايضا يؤثر على المنظومه، على يعني وزاره الكهرباء ايضا وضحت هنالك مشكله، هنالك تجاوزات. هنا احنا نتحدث، يعني أنا مو متحدث باسم الكهرباء ولا مهندس، لكن المعطيات هي اللي تشير. الآن كل مواطن يعرف بالشارع العراقي أنه الخلل اللي بالكهرباء، موضوع التجاوزات، موضوع تهالك الشبكة، موضوع يعني هذه الأمور ما أريد أتحدث بها وأدخل بها، لكن موضوع لا أنا بس أسأل عن ساعات الدوام. يعني من صارت الساعة 6 المواطن اليوم يقول لك أنا شو راح أستفيد؟ يعني أصلاً ليلي ما نايمة، زين هذا شلون راح يقدر يقدم للوطن؟ شلون راح يقدر يتحمل للمواطنين؟ شلون راح يقدر يروح للدوام بهيك اوقات؟ يعني هو ببيته ما مرتاح، ببيته ماكو كهرباء، والنوبة الدوام الساعة 7، يعني المفروض هو 5:30 او 6 هو طالع. طيب كل هذه يعني مو تشوفها صعبة على الموظف استاذ حيدر بصراحة؟ يعني هذا اجراء انا ذكرت، هذا اجراء هو واحد من الاجراءات المساعده، ايضا من الاجراءات الداعمه الى عمل وزاره الكهرباء. بالتاكيد ارجع واكرر للمره الثالثه، المؤسسات تستهلك طاقه كهربائيه، والثلاث ساعات هذه راح توفر وتساعد المنظومه الكهربائيه على يعني استعاده العمل وزياده ساعات التزويد الى المواطنين. إذن أستاذ حيدر ثلاث مرات السهاد يكرر أن هذه الثلاث ساعات راح تفرق ويا المواطن، تتوقعيها صدق هذه الثلاث ساعات راح تفرق ويا المواطن؟ راح يشوفها المواطن بأثر ملموس؟ أنه اليوم أكو تراجع في تجهيز الطاقة الكهربائية فيما يتعلق للمواطن. يعني هو بالتأكيد أنه تكون أفضل، يعني أنت تذهبين يعني يذهب المواطن للدوام باكرا أنه حتى درجة الحرارة تكون أقل في ساعات الصباح الأولى، وخروجه قبل وقت الذروة هذا يكون يعني بالتأكيد يخفف العبء عن المواطن العراقي. لكن هو الامتعاض وارد، لأنه ساعات الصباح الأولى المبكرة يعني مو الجميع متعود أنه يستيقظ في هذا الوقت، إضافة إلى أنه الحكومة تعمل بالظروف المتاحة، يعني هو أنه هذا الظروف متاحة، ظروف استثنائية يعني على العالم أجمع، إضافة إلى المشاكل الداخلية التي يمر بها العراق والتي لم تكن يعني ذات نوعية أنه مشاكل وقتية، هي مشاكل مستمرة تصدير أزمة. تشوفين هذا الحل ترقيعي؟ يعني إحنا كل زين ندري شهر السادس السابع الثامن ولحد منتصف التاسع هذه بدرجة الحرارة مو طبيعية، يعني هذه حلول ترقيعية؟ ما إحنا نعرف سنتلخ مثلا هم راح نسوي هالشكل،
احنا نعرف مشكلتنا ونعرف وين نقاط الخلل عندنا، هل التعامل ترقيعي لو تعامل جذري؟ تعامل آني مع الوقت الحالي، هذا التعامل يكون آني ضمن الظروف المتاحة، لكن لو تكلمنا عن ثورة جذرية نحتاج إلى ثورة جذرية لقطاع الكهرباء والالتفاتة بصورة واضحة وسريعة لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر هو الركيزة الأساسية ليس فقط في حياة المواطن العراقي في دوائر الدولة، يعني هي الكهرباء عبارة عن حياة خصوصا في أوقات الصيف اللاهبة، والحكومة العراقية سواء السابقة واللاحقة والحالية تعلم جيدا أنه العراق من ضمن 5 دول هي من تتأثر بالتغير المناخي، فلهذا عليها الاستعداد لما يعني ينتابنا من ارتفاع في درجات الحرارة، وهناك أنباء يعني حسب يعني متوقعين أن الصيف القادم سوف تكون درجات الحرارة أكثر ارتفاعا، بالتالي عليهم الاهتمام بالجانب الزراعي وأيضا اهتمام بقطاع الطاقة الشمسية وإصلاح المنظومة الكهربائية وإيجاد بدائل للمواطن العراقي فضلا عن هذه الحلول. أستاذ حيدر، إذا صارت درجة الحرارة أكثر من 50 هل من الممكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تعلنها عطلة؟ نعم بالتأكيد، التوجيه سيد رئيس مجلس الوزراء يوم أمس اللي صدر واحدة من النقاط هي كانت تخويل المحافظين بتعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات، يعني سواء كانت المؤسسات هي تابعة إداريا للمحافظة أو إلى الوزارات المركزية، بتعطيل الدوام الرسمي في حال ارتفاع درجة الحرارة 50 فأكثر. أكيد هذا الإجراء راح يكون وارد في كل المحافظات اللي تشهد ارتفاع لدرجات الحرارة. أيضا هنالك كان هنالك من ضمن التوجيه فقرة تخص الوزارات، هنالك وزارات قد تحتاج عدد من الموظفين لظروف طارئة لعمل إضافي، أكيد هذا راح يكون من صلاحية الوزير المختص بتعديل ساعات الدوام، لكن بصورة عامة تم تحديد ساعات الدوام في كل المؤسسات الرسمية في بغداد والمحافظات إلى 6 ساعات، على أن يتم توزيع هذه الساعات بحسب الخطة اللي وضعتها الحكومة، وأيضا كان هنالك قرار لمجلس الوزراء صدر في شهر آذار الماضي الخاص، وكان بالتزامن مع خطة فك الاختلاقات المرورية توزيع المؤسسات الرسمية إلى 4 فئات ابتداء من 7 إلى 8 ومن 8 إلى 4 ومن 9 إلى 5، هذه أيضا هذه شملت. طبعا التقليص هو صار 3 ساعات، ساعة صباحا وساعتين بعد الظهر، يعني المؤسسة اللي كان موظفيها يداومون من 8 إلى 3 الآن صار من 7 إلى 1، واللي كان من 9 إلى 4 صار من 8 إلى 2، وهكذا في كل بقية المؤسسات الرسمية سواء كانت في بغداد أو المحافظة. طيب أستاذ حيدر، راح نقول لك رأي من الشارع العراقي، يقول لك هي بالساعات الهواية كان الموظف ما يقدم شيء للمواطن، بس الساعات راح يقدر يقدم شيء؟ لا أكيد، إحنا سيدتي الكريمة يعني إحنا عندنا أكثر من 4.5 مليون موظف، يعني الرأي يعني أنا مو أقصد حضرتك، لكن هاي الآراء هي تجني على الموظفين، وإلا إحنا مؤسسات الدولة كل وزارات أسساتنا كل مديرياتنا حتى في المحافظات تعمل، موظفون يعملون يؤدون واجباتهم، وإلا توقفت الحياة، يعني هنالك معاملات تنجز، هنالك إجراءات، هنالك لا أستاذ حيدر هي تنجز، يعني أيضا 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 نعم. يعني جانب من تبسيط الإجراءات الحكومية هو دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سهلت الإجراءات على المواطنين عبر بوابة تور الإلكترونية، الآن تحتوي على أكثر من 370 إلى 380 نعم. خدمة إلكترونية، الخدمات الحكومية هذه يستطيع المواطن من داخل منزله من داخل موقع عمله أن ينجز هذه المعاملات، تحدث عن 380 خدمة يعني كبيرة جدا، بالتأكيد حلت الكثير من المشكلات. أيضا كان هنالك موضوع إلغاء صحة الصدور الورقية، الآن دخلت 86 مؤسسة بهذا القمام، يعني أكثر من 7 مليون تتفضل أكثر صحيح. من 7 مليون وثيقة نعم. ألغيت وتحولت إلى إلكترونية، هذه بسطت الإجراءات، سهلت على المواطن التنقل، الازدحامات نعم. صف الوقود، كل هذه الإجراءات كانت نعم. مبسطة، كل ما تتفضل به صحيح، ولكن اليوم المواطن يقول لك صحيح هي المعاملات تمشي وماكو شيء يتوقف وأكو تسهيلات من الحكومة، إلا أنها غير كافية، وبالإضافة إلى ذلك أكو تخوف اليوم لدى المواطن يقول لك أنا باكر إذا انعلنت عطلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، زين أنا عندي موعد باكر
يعني شلون انا ابقى انتظر باشر مثلا تصعد الحراره لو ما تصعد؟ يعني هذا 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 اجراء وقتي. السيده الكريمه تحدثت عن العراق، هو واحد فعلا هو واحد من تعرضت الى التغيرات المناخيه. بالتاكيد هنالك اجراءات اخرى بالتوازي مع هذا العمل اللي هو وزارة الزراعة، وزارة البيئة، حتى في دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هنالك حملة أطلقت منذ أشهر ومستمرة لغاية الآن لزراعة 1,000,000 شجرة في عموم المحافظة، وأيضا بقية المحافظات تعمل. هذه واحدة من الحلول اللي تسهم في التغيرات المناخية. طيب ست سهاد، إذا أنت اتفقتي مع الرأي مع أستاذ حيدر، يجب أن نضع حلول جذرية منها التشجير ومنها المحافظة على الطاقات البديلة للكهرباء لتوفير الكهرباء، كل هذه تتوقعين الحكومة راح تشرع بها لو لا؟ يعني هو مع الإجراءات الحثيثة اللي تقوم بها الحكومة الحالية من الممكن أنه يعني يكون هناك إجراء وليس وقتي، أو تكون هناك حلول واقعية على أرض الواقع للخلاص من هذه المشكلة، بما أن الحكومة اليوم هي متجهة لتفعيل القطاع الاقتصادي وإيجاد رديف للنفط ومن ثم تشغيل الأيادي العاملة، وهناك مشروع التنمية القادم في العراق هو يعني ينقل يعتبر نقلة نوعية للعراق وللاقتصاد العراقي. بالتالي هاي كلها معطيات تنبئ بمخرجات أن مشكلة الطاقة سوف تكون من أولويات الحكومة الحالية لأجل إكمال المسيرة التي بدأتها من بدءاً من مؤتمر ميونخ مروراً بالولايات المتحدة انتهاءاً لمنتدى الرياض حسب جلب شركات استثمار، يعني وأن يكون العراق في المنصة العالمية لعودته باقتصاده الذي عانى سنوات طويلة. يعني لم تكن هناك خطط 50 أو 20 من قبل الحكومات السابقة، ولم يكن هناك اهتمام بقطاع الشباب وقطاع الطاقة والقطاع الاقتصادي. بالتالي هذه مخرجات كلها حاليا تؤشر أن هناك متغير في هذا الموضوع إن شاء الله. ولكن تتوقعين اليوم بعد تقليل ساعات الدوام الموظف راح يقدم شيء حقيقي للمواطن، مع يعني بما أنه هو حل آني يجب التعاون من الطرفين، من قبل الموظف ومن قبل المواطن، تتوقعين هذا التعاون بين الطرفين راح نشوفه؟ يعني هو الموظف وظيفته أنه يتمم خدمة للمواطن العراقي، هو موجود بهذه الدائرة لإتمام هذا العمل أسوة بجميع الموظفين في العراق، ليس فقط هو من يعاني. إحنا عندنا أيضا قطاعات العسكرية اليوم تعدش اللي على الحدود بهذه درجات الحرارة بالصحراء، الموجودين أيضا يعانون من ارتفاع درجات الحرارة، اللي من يقدم يعني نفسه فداء للوطن هذا أيضا يجب أن يكون هو قدوة للموظف العراقي الذي يعمل بالداخل العراقي وفي دوائر الدولة، لأنه هي مسؤولة تشاركية، يعني هو الوطن مصير وليس استثمار، فعلى الجميع أن يقوم بحمايته. من أجل هذا الموضوع هناك يجب أن يكون تكاتف حقيقي لدرء هذه المشكلة أو لأن تجاوز هذه المشكلة، وأيضا الحكومة وعدت بحلول مهمة لهذا القطاع، فهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية المواطن أن يراعي الموظف، ومسؤولية الموظف أن يراعي المواطن اللي لطالما كان هو داعم. توقعين عندنا هذا الوعي اليوم المواطن يراعي الموظف؟ إذا الموظف قال له روح معاملتك ما كملت، هو راح ينفجر به غضبا المواطن، لأنه ما عنده طاقة للتحمل أو للصبر أو غير هذه الأمور. يعني هو إحنا ليس مجتمع ملائكي حتى نكون واقعيين أكثر، لا مو مجتمع ملائكة حتى الجميع يطبق هذه القاعدة، لكن بالأغلب الأعم يجب أن تكون هناك توعية فيما يخص الوضع الراهن. يعني نحن في أزمة حقيقية، لكن هي أزمة هي لديها جذور في الداخل العراقي، أزمة سياسية قد تكون مشكلة سياسية سابقة، لكن هي أزمة بالتالي طبيعية تتعلق بتغير في المناخ، تتعلق بارتفاع درجات الحرارة، تتعلق بعدم إيجاد حلول يعني سريعة لدرء هذا الموضوع. يعني على الجميع أن يعي أنه هناك مسؤولية مصلحة العراق أولاً، أن تكون هي محط أنظار المواطن والموظف وحتى المسؤولين. طيب أستاذ حيدر، في حال إعلان عطلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، طلاب السادس الإعدادي راح يكونون مشمولين بهذه العطلة؟ يعني ابتداءً يعني هذا الأمر، يعني احنا نتحدث عن موضوع في حال كان هنالك الامتحانات النهائية، وزارة التربية هي من تحدد أغلب تعطيل الدوام الرسمي. يعني في الحالات المفاجئة احنا ما نتحدث عن العطل الرسمية المثبتة، الكوارث لا سامح الله أو الظروف والمتغيرات الجوية، كان هنالك موقف مغاير لوزارة التربية، إذا كان هنالك تزامن مع امتحانات تصدر بيان وزارة التربية
تلزم الطلاب بالتوجه إلى الامتحانات، بالتأكيد هذا القرار عائد إليها. وأيضا وزارة التربية خولت مديرياتها في بغداد والمحافظات بتعطيل الدوام الرسمي في حال، يعني احنا نتحدث سابقا في موسم الشتاء كان هنالك موجة الأمطار الغزيرة اللي شهدت مناطق كثيرة من العراق، مديرات التربية في عدد من المحافظات يعني عطلت الدوام الرسمي، في أما بقية المؤسسات كان هنالك دوام. إذن هنالك مرونة، هنالك تخويل لمديريات التربية، تخويل للمحافظين، تخويل للوزارات بتقدير الظرف ومنح تعطيل دوام رسمي أو تقليل ساعات الدوام الرسمي. نتمنى أن تنتهي هذه الفترة. الحكومة العراقية جادة في التعامل مع ملف الطاقة بالتحديد، وزارة الكهرباء تمضي قدما ليل نهار، سيد الوزير يتجول، لاحظنا حتى في أيام يعني يتجول، يعني حيدر إذا الوزير يتجول الكهرباء ومراكز الصيانة، نعم، واتخذ عدد من الإجراءات الجميع يعمل من أجل. أستاذ حيدر، فقط في هذه الجزئية لو سمحت لي، إذا الكهرباء من أولويات الحكومة والوزير يتجول حتى يراقب هذه الكهرباء، وواقع الكهرباء متدني إلى هذا القدر بارتفاع درجات الحرارة، بعد لو ما كانت وزارة الكهرباء من أولويات الحكومة كان شنو الوضع؟ لا اكيد، يعني احنا الان بدنا نتعرض الى 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 ظرف يعني استثنائي في موجه الارتفاع درجات الحراره. هسه حتى انا ما اريد اضرب مثل في دول مجاوره او مناطق اخرى حتى لا تحسب علي، لكن الان الوضع هو هذا الحالي. درجات الحراره في هذا في هذه السنه ارتفعت يعني اكثر من السنوات الماضيه. نعم، يجب ان تكون هنالك اجراءات سريعه، الحلول الترقيعية كما تفضلتي، والعمل جاري، وإن شاء الله يتم تجاوز هذه المحنة بهمة وتكاتف كل مؤسساتنا الرسمية، ليس فقط وزارة الكهرباء. إن شاء الله. أستاذ سهاد، بسؤال أخير، شلون راح نقدر نخلص هذه الأشهر القادمة من درجات الحرارة؟ يعني شلون تتوقعي؟ هل الحكومة راح تلقى مثلا حلول بديلة، حلول مؤقتة، لو راح نقضيها حلول ترقيعية لحين انتهاء هذه الفترة؟ واقعيا ايضا نتكلم بواقعيه، انه هي ظروف سائره على ذات النهج الحالي الان، لانه هي مشكله يحتاج لها اولا اساس عميق، جلب الشركات ليس بالهين في الوقت الحالي، وايضا يعني صناعه مشاريع تخص هذا القطاع في الوقت الحالي ليس بالهين، اضافه الى ان هناك قطاع التيار الكهربائي او قطاع وزاره الكهرباء بالاخص الاعم، انه هي لديها مشكلات كثيره، فهي تحتاج وقت لإدامتها وتحتاج وقت للخلاص من هذا الموضوع، ليس في الوقت الحالي. أعتقد أنه ذات النهج سيستمر إلى نهاية موسم الصيف. شكرا جزيلا الباحثة في الشأن السياسي أستاذ سهاد الشمري، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ حيدر مجيد، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا ومتابعينا، محور ملفنا الثاني راح يكون عن حرائق البنى التحتية والأسواق التجارية ودخول الدفاع المدني إنذار جيم وإمهال الأمن والدفاع النيابية 15 يوم لوزير الداخلية لكشف أسباب الحرائق، وراح نفتحها وياكم باستطلاع للشارع العراقي. يعني الحرارة اللي عندنا حرارة مو طبيعية، حرارة وصلت بالـ50 في بعض الأحيان، فلذلك المفروض كل الجهود تضاعف من أجل إدامة المرحلة هذه ونتجاوزها حتى يعني، لأنه إحنا المسؤولين مسؤولية الجميع مو مسؤولية واحد. أسباب الحرائق، أولاً قلنا ارتفاع درجة الحرارة، ثانياً الناس ما تستخدم معدات الوقاية، الدولة المفروض بين فترة وفترة تجي تراجع هاي المحلات وتشوفهم حاضرين هاي الادوات مال الوقايه. قله الخدمات الاطفائيه، لا اكو اطفاء، لا اكو مثل اطفاء حريق او اطفاء شو اسمه، لا مي لا فد شيء، يعني جاي يصير الحريق عود يخابرون ابو الاطفاء، عود يجي ابو الاطفاء يلقون العماره محترقه او البنايه محترقه. ارتفاع الجو الحراري واللود على الكهرباء، سبالت ما سبالت والزحامات، يعني اذا يحترق بيت الله يشفيك شرى، ومحل يفت المحل يلا يوصل ابو الاطفاء، مرات يعني هذا مره صار قدامي اختفت المحل وطفى بعد ما وصل بسبب الزحامات. اكثر المحلات اللي هي موقع، اكو بعض المحلات موقع استراتيجي، لكن مع الاسف ما توجد وسائل امان لهذه المحلات.
قبل أن نبدأ حوار ملفنا الثاني خلونا نشوف إنفوغراف عن أبرز ما يصور حول تحقيق والشكوك في ملف الحرائق بالعراق لنتابع. محور الحديث في هذا الملف راح نتناقش به مع ضابط الإعلام والعلاقات في مديرية الدفاع المدني الأستاذ حسام حمدان عبد الله. حياك الله. حياكم الله وحيا مشاهدينا الكرام. الأرقام المسجلة يوميا لحوادث الحرائق هي طبيعية؟ طبيعية جدا. يعني باعتبار احنا نقارن هنالك عندنا في معونة شؤون الإطفاء والسلامة تحليل لكل الإحصائيات التي تسجلها مديرية الدفاع المدني، فقارنا ما بين النصف الأول من عام 2024 مع النصف الأول من عام 23. أكو هنالك انخفاض في إحصائيات الحوادث 44%، يعني هذا فد شيء إيجابي للدفاع المدني باعتبار اليوم إحنا اليوم 5044 حادث حريق في النصف الأول، بينما في 23 10955 حادث، يعني هذا فرق ايش قد 44%. احنا نسبه انخفاض نسبه الحوادث، هذا دلاله على انه توعيه المواطن، اتباع التوصيات والارشادات اللي تصدرها مديريه الدفاع المدني من قبل المواطنين واصحاب المشاريع. شيء يعني حصيله النصف الاول ولو قاطع حضرتك كانت اعلى، ايش قد كانت؟ لا ما كانت اعلى هذا النصف الاول. أي؟ لا بالعكس. ايش قد؟ لا 5000 44 حادث. اي 5000 خلينا اكون دقيق وياك، يعني هاي الاحصائيه 5544 حادث حريق. نعم زين. اذا هي طبيعيه حضرتك وانتم مسيطرين عليها. زين، ما يحدث من حرائق في اسواق وفي مراكز تجاريه، البارحه كان في مستشفى الشعب، كلها هذه مو تاثر سلبا، تنطي انطباع للمواطن انه شنو سبب هذه الحرائق؟ ست فرح، اليوم احنا المواطن دائما يذهب لمن الى سبب المشكله. سبب المشكله اليوم احنا الدفاع المدني من يروح للحادث هو يروح لمن؟ لتقليل نسبه الحوادث الحريق. نعم. يقلل من نسبه الخسائر. زين، لكن مستشفى الشعب باعتبار مديريه الدفاع المدني يوم امس كانت مستنفره استنفار كامل لفرق الدفاع المدني حسب توجيه دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ادخال القوى يعني فرق الدفاع المدني استنفار وانذار جيم لمدة 3 أشهر نسبة لارتفاع درجات الحرارة وتحسبا من حصول حوادث. يوم هذا المفهوم المواطن فهمه عكس الشيء، الناس خلينا نفهم المواطن اول شيء شنو اليوم انذار جيم. الانذار جيم انه احنا لكل كارثه اكو لابد استعدادات. صحيح. انا في المعركه اكو يعني اكو يكون مثلا العدو استعد له استعداد من العده والعدد والامكانيات حتى اقدر اواجه هذا العدو. نعم. لكن مع يعني دولة رئيس الوزراء ووزير الداخليه ارتفاع درجات الحراره هذا يخلينا امام مسؤوليه. ف دولة رئيس الوزراء المحترم ووزير الداخلية وسيد مدير الدفاع من إعلان هذا الـ 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 الإنذار وهو تحسبا لحصول حوادث، هي حوادث هسه الآن حوادث طبيعية، يعني تحسبا كخطة استباقية للحرائق. هذا المفهوم احنا نريد نوصل رسالة. نعم. لكن هاي الرسالة الناس فهموها أو بعض المغرضين فهموها بصورة خاطئة، أولوها إلى تأويلات أخرى أنه
الحرائق سوف تحصل في العراق، لا، وإنما إجراءات الدفاع المدني واضحة، ونسبة الحوادث منخفضة إلى 44. هذا شيء مؤشر إيجابي. فقط اسمح لي أن أرحب بالخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حندوش، حياك الله أستاذ مصطفى، وعسى المانع خير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ مصطفى. كنت أتحدث مع أستاذ حسام، بالفعل الخطط السباقية أتت أكلها، الحرائق انخفضت بشكل كبير، لكن اليوم أريد أسألك بوجهة نظر اقتصادية صرفة، شقد العراق يخسر اقتصاديا جراء هذه الحرائق؟ نعم، بداية راح أرحب بضيفكم الكريم مشاهدي قناتكم الأعزاء. وقع أنه مع كل بداية الصيف يعني هناك حرائق تحصل في الوضع العراقي لأسباب كثيرة. الخسائر الأكبر في الفترات السابقة كانت في محاصيل الحنطة والشعير وغيرها من الأمور، نتحدث عن آلاف الدونمات حرقت في سنة من السنوات. هسه هذا متقطع، مو في حادث واحد، حوادث متقطعة أصاب الخطة الزراعية ب خلينا نقول ضرر، لكن ضرر ليس بالكبير أمام احنا العراق يزرع كذا مليون دونم سنويا. بعد ذلك في السنوات الأخيرة بدأت تظهر مشاكل البنية التحتية. احنا النموذج الساندويتش بانل الان بدات حقيقه الدوله العراقيه بمعالجته، هذا النموذج اللي وانتشر في السنوات من 2008 2009 لغايه 2018 19. نعم، يعني 10 سنوات البناء العراقي استخدم هذا النموذج على اعتبار انه جيد. هسه بدات تظهر مشاكله انه هذا الفوم اللي بيه قابل للاحتراق، سريع الاحتراق، بيه مشاكل، فبالنتيجه نعاني كذلك من جزء كبير من الحرائق بسبب هذا الموضوع، لهذا ترتفع درجه حرارته مع الأسلاك الكهربائي سبب لنا مشاكل، وهذا أدى حقيقة لانهيار بنايات ولمشاكل، وكذلك قاعات أعراس أدى إلى مشاكل كثيرة. بعد ذلك عندنا نموذج آخر، يعني حرائق هسه هي ماكو احنا ما ناخذ دور الجنايات، لكن بعض الحرائق هي تكون في وزارات الدولة وفي مراكز محددة وفي عقود يعني وغيرها، مفتعلة هسه مفتعلة لصالح معين، يعني بالنتيجة هي حصلت في وزارات مهمة في الدولة العراقية. فبالنتيجة هذه كل الموضوع يأتي انطباعين. الطباع الأول هناك ضعف بالمواصفة في البناء العراقية، وبالتأكيد هذا الموضوع يؤدي إلى مشاكل اقتصادية، لأن هاي المؤسسة راح تبني هاي الآية، ويأتي إلى انطباع آخر حقيقة أنه احنا عندنا فد حالة من عدم اللامبالاة في استخدامات معينة. فهذن الحالتين اثنين مؤثرات بالجنبة الاقتصادية ويجب معالجتهن، وأعتقد احنا الفترة الأخيرة أصبحنا أفضل، يعني بعد حادث الحقيقة اللي حصل في الموصل، يعني حادث القاع الشهير اللي ذهب ضحايا عشرات، أعتقد أن الدولة العراقية بدأت تتحدث عن مواقف أفضل. لكن إحنا هسه حصل حريق قبل كم يوم حقيقة آلمنا كثير في أحد المستشفيات الحكومية في منطقة الشعب. هسه هذا الحريق هو مفاجئ لنا. ليش مفاجئ؟ ليش إحنا ما عانينا من حرائق سابقة؟ لا أنا أقول ليش مفاجئ. أولاً المستشفى جديد الآن تحت التأهيل، يعني الدولة العراقية رئيس وزراء نفسه يتابعه. اثنين المستشفى بعد له يعني أيام أقل الشهر يفترض يعني يفتتح شهر أو شهر ونص حسب المعلومات المتداولة. زين. بالتأكيد تعرفين حاضرش إن منظومة المرشات مفروض أنها مكتملة. مفروض تكون جاهز. هذه المرشة منظومة شو ما اشتغلت. بس هذا حقيقة. هذا السؤال. هذا محير. هسه هي مو منظومة قديمة. او مستشفى لا هذه مستشفى جديده حديثه والان يبنوا. زين شلون ما اشتغلت منظومه المستشفى؟ استاذ حسام ليش بعدنا على السندويش بنال؟ ليش الاجراءات في المستشفيات الجديده يعني المرشات هسه في مستشفى الشعب مرشات جديده والمستشفى تحت التاهيل زين ومستشفى جديد هم مو تقول قديم يعني استاذ مصطفى تفضل انه المستشفى جديد ومو قديم وغير متهالك طيب شلون المرشات ما تشتغل يا استاذ حسن؟ وش تحيه طيبه لضيفك الكريم استاذ مصطفى. الدفاع المدني في اي انشاء اي مشروع تعرض المخططات، هذه المخططات يتم من خلالها توزيع المتحسسات ومنظومات الاطفاء وكثير من الاجراءات سلالم الطوارئ وكذلك الغرفه الحصينه والملاجئ وكثير من الامور الخاصه ب قانون الدفاع المدني في انشاء اي مشروع حتى يتم انشائه. هاي المراحل احنا نتابع ويا ابو المشروع لحين اكتماله. مستشفى الشعب باعتبار انه هنالك كانت اكو عمل، هذا العمل تعرفين اكو هنالك اثاث، وبعد المستشفى لم يفتح لم يكون هنالك عمل لكل المنظومات، هذا يحتاج الى
طاقة كهربائية أحتاج هذا. إحنا اليوم إحنا ما أقدر أبحث عن الأسباب، ولكن في الأسباب أكو لجنة مع الوزير الداخلية، لكن إحنا سيطرنا بالمناسبة، سيطرنا بالسرعة الممكنة، وصلنا إلى المستشفى وتم إخماده بالسرعة الممكنة، وحضور مع الوزير الداخلية والسيد الوزير ووكيل وزارة الصحة، وتعرفوا على طبيعة الحادث، ومع الوزير الداخلية شكل لجنة عليا من الأدلة الجنائية والجهات الأخرى لمتابعة أسباب حصول هذا الحادث. وهذا احنا ليش نبحث بالأسباب؟ هسه احنا عندنا مرشات بالمستشفى، المرشات ليش ما اشتغلت؟ احنا اكو امور تقنية، اكو امور يعني فنية، احنا هاي امور فنية. مثلا هسه انا هذا الاستوديو من اريد ادخل لابد ان تكون هنالك مثلا اشغل الاضاءة، اشغل الشاشة، اشغل هذه الامور مكملة لعرض هذا البرنامج. زين، باعتبار المرشات هو الـ لم يشغل المستشفى لحد هذه اللحظة، لم يشغل حتى تشتغل هذه المرشات او تعمل هذه المرشات او يتم اجراء الفحص عليها. هذا الشيء يعني بعد المستشفى بعد مؤهل بعد زين. هذا الشيء كاجراء هو احنا نعتبره اساسي في اي مشروع، بعد ذلك من يتم اشغاله وبدا بصراحه كل حادثه تصير وتتعلق بالحرائق مالتها النتائج التحقيقيه تختفي او تموع او لا المواطن ما ينسى. مستحيل انا اختلف اليوم الوضع مختلف، اليوم وزير الداخليه قال 15 يوم والنتائج تكون هي فعلا حقيقه. هذا ممكن تحدثني عن هذه النقطه؟ انا مو احنا 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 مو معنيين ب يعني التحقيق، وانما عضو من الدفاع المدني، لجنه شكلها مع الوزير الداخليه من الادله الجنائيه والوكاله شؤون الشرطه وباقي الجهات الاخرى، وانتم ايضا في هذه، واحنا عضو في هذه اللجنه. بعد ذلك هي تخرج النتائج ويبين حقيقه هذا طبيعه هذا الحادث. وصلتوا الان الى اي سبب؟ احنا ما نقدر، انا مو ما مخول بتصريح هذا الشيء، لانه مو من حقي، لانه الامور جار التحقيق بها. نعم استاذ مصطفى، اكو جهات تصفي جهات اخرى يعني تفتعل هذه الحرائق وتقول لك درجات الحراره عاليه حتى تصفي خصوم اقتصاديين بالسوق العراقي؟ يعني هو حقيقة كان سابقا تحصل في قسم العقود في كل وزارة يحصل حريق. تعرفين حضرتك احنا عندنا الدولة العراقية عندها مشاريع متلكئة بالآلاف. نعم. هاي المشاريع اكو عليها تقارير فنية اندثار. زين. المشروع خلي في بالنا فد شغلة مهمة. المشروع ايش وقت الدولة تقدر تعرف به فساد لا به فساد؟ لمن يكتمل؟ لمن يكتمل تطلع لجنة التقرير النهائي من وزارة التخطيط ومجموعة وزارات. هاي اللجنة تشوف كم درعة ونسبة الاندثار اللي صارت سببها شنو، وتبدي تقيس العمل مع الذرع اللي تم دفع أموله. طيب. وتطلع تقرير نهائي. فدائما المشاريع النهائية على وشك الاكتمال هي اللي خطرة، لأن راح يبين بها الفساد. زين، هذا على وجه العموم الكلام، لا أخص مشروع محدد بالنتيجة. العراق مقبل على مرحلة أخرى، العراق حقيقة مقبل على مرحلة بناء. أنا أعتقد احنا لازم يكون عندنا مواصفة فنية يعني خاصة بالمشاريع الاستثمارية وغيرها. ليش؟ لأن احنا البنايات اللي قاعد تنبني والمستشفيات بصعوبة قاعد يوصل لها الشعب العراقي اما تكتمل. اي مشاكل تحصل بها يجب ان نتجنب هذا الموقف، لأن احنا حقيقة اساسا عندنا مشكلة بالبنية التحتية قليلة وتحترق النوبة. فأنا مع مواصفة، يعني هي موجودة المواصفة لكن مع تطبيقها بشكل منطقي يتناسب مع الوضع. هذا من ناحية. من ناحية ثانية احنا كذلك عندنا محطات أثرية كثيرة. يعني شفت بالبنية التحتية الأثرية، يعني مثلا في شارع المتنبي وغيرها، لما نزور هذا المواقف أشوف أنه رغم أنه الموقع أثري، موقع أثري وتم ترميمه مؤخرة حقيقة، لكن نشوف منظومات خاصة بالحرائق وغيرها. فلما نسأل نقولون لا، هي صح منظومة أثرية، مكان أثري، لكن بالترميم الشركات المرممة خلينا ننتبه لها، الشركات اللي ترمم تقول لازم نواكب الحداثة. شوف حتى البيوت الاثريه، حتى شو اسمه، يجون يحطوا لها منظومات على متعمه بشكل صحيح. فبالنتيجه هذا النموذج الاثري بعد الحديث لازم شنو يكون؟ اكيد لازم بمنظومات متقدمه اكثر. حتى اليوم عندك باسواق الجمله، باسواق جميله وغيرها، اكو تصير حرائق، يعني معقولها بسبب عدم وجود الوقايه الكافيه من الحرائق؟ اليوم انت عندك مليارات تخسرها. طبعا احنا العراق تاخر كثيرا، يعني الاسواق والعلاوي والمحطات التجارية هاي مال ياسنة، هاي مال سبعينات إذا مو مال خمسينات أغلبا. زين، لم يتم استحداث أي سوق شعبي، أي سوق مركزي، أي أسواق علاوي جملة منذ سنوات، أعتقد منذ 30 سنة إذا مو أكثر من هذا الرقم. زين،
يا جماعة ليش؟ هل على السكان في تزايد؟ في تزايد. زين، هل هناك حاجة؟ هناك حاجة. هل هناك اكتظاظ سكاني؟ هسه حضرتك تعرفين بالشورجة لما نروح أي واحد بالسيارة بعد شقد ويمشي. صحيح. زين، هاي ليش ما احنا نسوي أسواق جديدة، أسواق جملة؟ التخطيط العمراني في العراق غاب. أمانة بغداد أنا أعتقد أن هي يعني لو تسمي نفسها أمانة الرصيف بس أفضل بهواية. لا تخطيط عمراني، لا عملية إضافة، صار لها 25 سنة، خلينا نقول بعد التغيير 20 سنة، سوق شعبي ما سوت لها، أسواق مركز، أسواق جملة جديدة ما سوت. فبالنتيجة احنا ايش محتاجين؟ محتاجين لأسواق جديدة، أسواق جملة، علاوي جديدة، وهذا الموضوع هم يسحب البطالة وهم يسحب لها. لكن احنا من نجي على التخصيصات اللي توضع بأمانة بغداد البلديات 80% من عندها تروح أرصفة، أرصفة ومشاريع حقيقة. ما يشوف المواطن خلف الله على لجنة الجهد الخدمي أخذت لها كل سنة تريليون تسوي مجسرات، ولولا لجنة الجهد الخدمي ما نشوف مجسرات من أمانة بغداد لو بعد 100 سنة. بالنتيجة احنا محتاجين إلى إعادة التفكير بالتخطيط العراقي. أستاذ حسام، إذا كانت هذه الحرائق ونسبة الحوادث طبيعية، لماذا أمهل وزير الداخلية مدراء الدفاع المدني في الكرخ والرصافة شهر لتقليل الحوادث لما هي طبيعية؟ ليش هذا الشهر؟ شيء طبيعي هذا كإجراء، يعني باعتبار هو الوزير معالي وزير الداخلية الرئيس الأعلى للدفاع المدني في جمهورية العراق. نعم. شيء طبيعي من حرصه لي يعني سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، أعطى مهلة باعتبار أنه مدير الرصافة ومديرها. أكو حوادث حصلت، هذه الحوادث كبيرة في جانب الكرخ وجانب الرصافة، لكن هذه الحوادث إحنا أكو إجراءات كشف. هذا الإجراءات الكشف اليوم إحنا عندنا مديرية أطلقت حملات لإجراءات الكشف والفحص والتوعية وأحالة مشاريع من صنف أليف وصنف باء إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني وكذلك إلى المحاكم المختصة. لكن اليوم صاحب المشروع أو صاحب المخزن لا يطبق إجراءات السلامة وإن كان تغريم إلها، يعني حين جلسة الفصل، لكن الغرامة ايش قد؟ الغرامة ايش قد؟ بس اعطيني مجال أنه أكمل. أي مواني لأن الوقت راح ينتهي. نعم، أنت ما أعطيتني حتى وقت. تفضل. ما أعطيتني حتى وقت. لا 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 لك دقيقة. ما أعطيتني أي وقت. فمديرية الدفاع المدني ضمن القانون العقوبات فيها للمشاريع المخالفة حسب المادة 2021 هي غرامة من 250 إلى مليون. هذه الغرامة لا تكفي مثلا مشروع أو معمل أو مصنع بملايين الدولارات أو ملايين الآلاف، هذا من تغرمينه 250 هذا قلت أنا أدفع الغرامة وإن كان. فهذا الشيء إحنا مديرية الدفاع طالبت بتعديل قانون العقوبات في الدفاع المدني حتى يتم عبر مجلس الوزراء وتم رفعه الى مجلس النواب لاقراره. ننتظر مجلس النواب باقرار مادتين وهي غلق المشروع نهائيا والتغريم من مليون الى 10 ملايين وكذلك حتى السجن. وهذا اجراء يعني احنا نامل من مجلس النواب الموقر اقراره حتى يكون فسحه لفرق الدفاع التفتيش في الدفاع المدني لاتخاذ كل الاجراءات اللي من شانها الحفاظ على الارواح البشريه والممتلكات العامه والخاصه. شكرا جزيلا ضابط الاعلام والعلاقات في مديريه الدفاع المدني الاستاذ حسام حمدان، حياك الله، نورتنا في حصاد اليوم. الخبير الاقتصادي مصطفى حمدوش، شكرا جزيلا. اذا ختام ملفنا الثاني بابرز ما جاء في منصه اكس حول ملف الحرائق لنتابع.
ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. السوداني يوجه بمواكبة التطورات في مجال النقل الجوي والإيفاء بكامل معايير الطيران الدولية. وزير الكهرباء يعلن إطلاق حملة واسعة لفك الاختناقات في قطاع التوزيع تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء. خلية الإعلام الأمني تعلن تنفيذ ضربة جوية عراقية استهدفت وكرا لعصابات داعش في جبال حمرين. وزارة البيئة تعلن عن إجراءات قانونية تجاه المصانع المخالفة تصل إلى الغرامة والغلق. وزارة التجارة تعلن تسويق نحو 5,200,000 طن من الحنطة حتى الآن. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.